أين الذين لا يصلون؟ وش علاقتهم بالله؟ تدرون أن اللي ما يصلي قطع بينه وبين الله صلة؟ في حبل بينك وبين ربك. الذي لا يصلي، يا شباب يا بنات، ترك الصلاة أمره خطير. أنا أحاول ترى في الدرس من يوم بدأت أني أبشر ولا أنفر، ولا ودي بأي عبارة تنفر أبنائي وبناتي ومن يشاهدني وأنتم أيها الفضلاء، لكن أقول موضوع الصلاة موضوع خطير، خط أحمر. يعني الذي لا يصلي، باختصار الصلاة عمود الإسلام. اللي ما يصلي هذا من العمود. أنت لو دخلت بيت واحد وكسرت القزازة بيقول يا أخي عيب، بس يمكن يمشيها لك. لو تشخبط في الجدران يا أخي عيب، بس مشي. لكن تجي تكسر العمدان يقول أنت مهبول تبي تذبحنا. الذي يترك الصلاة كالذي يهدم بيته ويهدم هذا البيت وليس له قيمة. الذي لا يصلي الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه. الذي لا يصلي انقطعت الصلة بينه وبين الله. الذي لا يصلي فك البنيان الذي يتظلل به. الذي لا يصلي انقطع النور عنه. يقول ابن القيم: منذ أن تقول الله أكبر ينصب الله وجهه تلقاء وجه عبده المصلي. وترى النور اللي ترونه في وجوه الناس بعض المؤمنين الصالحين بسبب نور الله في الذين هم يصلون. الذي لا يصلي انقطع القرب من الله. كلا لا تطعه واسجد تحت في الأرض، ومع ذلك يقول اقترب، وانت ساجد في الأرض يقول اقترب. كيف اقترب وانا نازل؟ لأن سجودك بين يدي